يعتقد الكثيرون بأن الرئيس الأمريكي يتم انتخابه من قبل الشعب، ولكن هذه المعلومة هي ليست دقيقة تماما، حيث أن الرئيس الأمريكي يتم انتخابه من قبل ما يعرف بالمجمع الانتخابي. ما هو الفرق وما هو المجمع الانتخابي؟ بداية، نحن نتحدث عن انتخابات ستعقد في 3 نوفمبر، ستكون ما بين المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن والمرشح عن الحزب الجمهوري لولاية ثانية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. تاريخيا كنا قد شهدنا 19 رئيسا من الحزب الجمهوري وقرابة 13 رئيسا من الحزب الديمقراطي. هذه الانتخابات خلال هذا العام يعول عليها بشكل كبير، لأنها ربما ستغير مسار السياسات الاقتصادية وحتى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما تتبعنا كيف يتم عمل هذه الانتخابات الأمريكية، نتحدث عن أكثر من 224 مليون أمريكي له حق الانتخاب. انتخابات هذا العام هي الأكثر تنوعا من ناحية المشاركين، وأيضا من ناحية ما يعرف بالجنريشن زي، وهي فئة الشباب ما بين 18 و 23 عاما. وبالتالي السؤال إلى أي مدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالي يملك الدعم من هذه الفئات. بداية، الفائز بالانتخابات الأمريكية هو ليس بالضرورة الذي حصل على أغلبية أصوات الشعب الأمريكي. في العام 2000 تفوق جورج بوش الابن، على الرغم من أنه لم يحصل على أغلبية الأصوات من الناخبين، ولكنه حصل على الأغلبية في المجمع الانتخابي. يتم تحديد إذن الرئيس الجديد من قبل ما يعرف بهذا المجمع الانتخابي، حيث أن لكل ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية ثقل معين في المجمع الانتخابي. إذا حصل رئيس أو مرشح عن سواء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي على أغلبية الأصوات الناخبين في ولاية ما، فإنه يحصل على أصوات هذه الولاية في المجمع الانتخابي. وبالتالي الموضوع يتعلق بشكل أكبر بحجم وثقل كل ولاية في هذا المجمع الانتخابي، الأمر الذي يتعلق بعدد سكانها وأيضا بعدد نوابها أو عدد ممثليها في الكونغرس الأمريكي. نتحدث عن 538، وهو إجمالي أصوات المجمع الانتخابي. الفائز يحتاج على الأقل ل 270 صوت، وهو أكثر من النصف بصوت واحد فقط. المناقشات الرئاسية أو ما يعرف بالديبيتس التي ستعقد خلال هذا العام، نتحدث عن 3 مناقشات ستبث على في 29 سبتمبر، في 15 أكتوبر، والثاني 22 أيضا من أكتوبر. وسيكون هناك ديبيت أو مناقشة واحدة بين نائب الرئيس من كل طرف في 7 أكتوبر. هذه المناقشات لديها ثقل وأهمية بالنسبة للناخب الأمريكي. إذا ما تحدثنا عن أول مناقشة جرت ما بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون، كانت قد حصدت على أعلى نسبة مشاهدة تاريخية. نتحدث تحديدا عن أول مناقشة أو ديبيت جرت بين ترامب إذن وهيلاري كلينتون. بكل الأحوال، يعني لكل من الرؤساء الأمريكيين السابقين كان لهم تاريخ ربما في التأثير على الناخب الأمريكي، وتحديدا عندما نتحدث عن هذا التأثير في 24 شهرا من الولاية. أول 24 شهرا نلاحظ من هذا الرسم البياني بأن جورج بوش الابن كان لديه أعلى نسبة موافقة في 24 شهرا الأولى من انتخابه، بينما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالي وهو المرشح لولاية ثانية من الحزب الجمهوري لديه صاحب أقل نسبة موافقة بين الرؤساء السابقين. وحتى إذا ما نظرنا إلى آخر استطلاعات الرأي، على الرغم من أن جو بايدن إلى الآن يتقدم على الرئيس ترامب، إلى أن الفجوة بدأت تتقلص بشكل كبير. ما يراه الناخب الأمريكي أو عدد كبير منهم بأن الرئيس ترامب ربما يلام على طريقة التعامل مع فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك هذا الملف الذي يضغط على نسب الرضا عن هذا الرئيس في هذه الأثناء.